مشاهدينا الآن معنا عبر الهاتف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر. دكتور سيف صباح الخير، يعني القرار المتوقع اتخاذه بشأن دوام المدارس والجامعات في ظل التحذير من تنامي خطر فيروس كورونا، تفضل. شكرا جزيلا، تحية لك وللمشاهدين الكرام. حقيقة لحد الآن لم تتخذ اللجنة العليا القرار النهائي بخصوص دوام المدارس والجامعات، لا يزال قيد الدراسة ما بين الخبراء في وزارة الصحة ضمن اللجنة الوزارية والخبراء المرتبطين باللجنة العليا للصحة والسلامة. تم طرح عدة أفكار ومقترحات من قبل كل الجهات المعنية ليس فقط وزارة الصحة، طبعا احنا دورنا هو الفني أو الطبي، وجهة النظر الطبية ورأي خبراء علم الوبائيات يكون حاضرا، وخلال الأيام المقبلة إن شاء الله الاجتماعات اللاحقة سيعلن القرار النهائي بخصوص دوام المدارس والجامعات لهذا العام من خلال المكتب الإعلامي لدولة رئيس مجلس الوزراء. طيب يعني دكتور سيف، عودة الدوام يعني عودة التلاميذ إلى المقاعد الدراسة، ألا يساهم هذا في ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس، خصوصا يعني تلامذة الابتدائية، يعني إن كان في المتوسطة أو الإعدادية يعني أو حتى جامعات، هناك يعني ثقافة عامة وسيطرة على التباعد الاجتماعي والالتزام بشروط الوقاية، لكن الأطفال يعني ماذا ترى الوزارة بهذا الخصوص؟ كما تفضلتي، الفكرة العامة هو تطبيق التباعد الاجتماعي سواء كان في المدارس أو غيرها وعلى كل فئات المجتمع. نعم، مع الأطفال والأعمار الفئات العمرية الصغيرة طبعا راح يكون الموضوع أصعب. نعم. بالتطبيق والمتابعة، أيضا موضوع التزاحم وأعداد الأطباء ضمن الوحدة الدراسية الواحدة هذا موضوع مهم جدا وأولوية في دراسة حاليا، وكما بينت حضرتك أنه هناك رؤية تكونت من قبل كل الجهات المعنية حول هذا الموضوع. الذي يهمنا هو تقليل احتمالية انتقال العدوى إلى أقل مقدار ممكن، سواء كان القرار بإعادة الدوام أو غيره أو جزئيا أو أي تفصيل آخر. المهم أن نطبق المبادئ العامة لتقليل احتمالية انتقال الأمراض الوبائية، وكما بينت حضرتك نعم. لحد الآن لم يتخذ القرار النهائي وسوف يعلن من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لاحقا إن شاء الله. طيب دكتور سيف، منظمة الصحة العالمية تحذر يعني من دخول العراق مرحلة التفشي العام للوباء، هل نحن على بعد خطوة من هذا الإعلان؟ طبعا نسبة للسيد مدير مكتب المنظمة في العراق دكتور أدهم، وانتشر أمس تصريح غير دقيق، وهو الرجل قدم يعني التصريح الأصلي الذي أفاد به لإحدى وسائل الإعلام الرئيسية لم يكن كما روج في بعض وسائل الإعلام. نعم. الخطر الوبائي لفيروس كورونا لا يزال داهما، لا يزال موجودا في العراق ومحيط العراق وكل دول العالم، واحنا شفنا حتى بعض الدول المتقدمة التي لا حد ما تمكنت من احتواء الإصابات وقللت من الإجراءات صار عندهم ارتدادات وبائية شديدة وسجلوا مستوى إصابات عالي ورجعوا إلى تطبيق نفس التحديدات السابقة وربما أشد. نعم. هذا الفيروس هو فيروس مستجد، لا تزال المعلومات والتفاصيل عن المنحنيات الوبائية وعن تفاصيل المضاعفات التي تحدث بعد الإصابة لا تزال المعلومات محدودة. لا زلنا نكتشف كل يوم معلومة جديدة عن هذا الفيروس، والعالم في حالة استنفار والتواصل مستمر ما بين كل الجهات المعنية في العالم حول هذا الموضوع، ولذلك نعم. ليس من الحكمة أن يتم الاستعجال بإصدار أي قرار قبل دراسة شاملة لمجمل الوضع الوبائي في العالم. منظمة الصحة العالمية شريك أساسي منذ البداية ولحد الآن. نعم. والمكتب إدارة المكتب يعني ممثلية المنظمة في بغداد وفي داخل الوزارة وفي إقليم كردستان على تواصل مستمر مع كل السلطات الصحية وخصوصا الصحة العامة. نعم. والوضع الوبائي في العراق، وإذا تابعنا البيانات اليومية أنه إحنا نسبة الشفاء من أفضل النسب في العالم. نعم. كنسبة شفاء يعني أعداد الحالات المشافات إلى أعداد الإصابات، وأيضا حالات الوفاة بعد التطوير الكبير الذي أدخل للمنظومة الصحية وزيادة أعداد المؤسسات الخاصة بعلاج كورونا وتوفير كل فقرات
بروتوكول العلاج المعتمد. نعم. نسبة الوفاة في العراق جيدة جدا نسبيا، ونتأمل إن شاء الله أن نصل إلى نسبة الصفر في حالات الوفاة، وهذا يعتمد على التزام المجتمع ككل. نعم. بتوجيهات التباعد الاجتماعي والوقاية الشخصية والمجتمعية. نعم. نعم. دكتور سيف، كنت ضيفا عزيزا معنا في هذه النشرة، تحية لك.